لم يتوانى الجيش الحر عن الرد على حملة الدهم والاعتقالات التي قامت بها قوات النظام في عدة أحياء من مدينة إدلب، حيث استهدف معاقلهم في عدد من محاور الريف المدينة، ودارت اشتباكات معهم على عدة جبهات. الجيش الحر بدأ رده عبر استهدافه لمراكز وتجمعات شبيحة النظام في بلدتي كفرية والفوعة، محققين فيها إصابات مباشرة. في جبل الزاوية تستمر الفصائل المشاركة في معركة عاصفة جبل الزاوية باستهداف معسكر الجازر، ردا على غارتين جويتين بطائرات الميغ الحربية التي استهدفت قرية سرجة وقرى القسم الشرقي من جبل الزاوية. قصف قوات النظام تواصل على عدد من مناطق ريف إدلب، مدن وبلدات حزارين وكفر نبل ومعرة النعمان والرامي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة، كانت مرما لقذائف قوات النظام وصواريخ راجماته الحربية التي طالت منازل المدنيين، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، فيما أدى القصف على بلدة البارة إلى احتراق مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.